وإلى أسواق الطاقة، فقد ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولار وسبع سنتات ليبلغ مستوى 77 دولار واثنين وثمانين سنتا للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. أما عالميا تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم، اضطقت المخاوف حيال الطلب على احتمال انكماش الإمدادات من منتجين عالميين، بينما ظل المستثمرون متشككين في إمكانية إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا ليصل إلى مستوى 75 دولار و60 سنتا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا ليصل إلى مستوى 70 دولار و96 سنتا للبرميل.